أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين نتابع معا. في الرايه القطرية اقتربت ساعة الصفر. في العرب القطرية الكوري تشول وقع رسميا للفهود وطار إلى هولندا. شرق قطرية ساد الريان يتزين بألوان الرهيب. وطن قطرية خالد الزمات سنبهر العالم في مونديال القوى. عمان العمانية الأسيوي يطالب بإيضاح كامل عن القضايا المالية العالقة للأندية العمانية. أخبار اللبنانية المنتخب يكسر حاجز الخوف. الشروق الجزائرية المغاربة يشيدون بالماضي يطالبون بتعيين مدرب محلي على خط الخضر. الإكيبة الفرنسية جوردي كاردونير لم نتواصل مع نيمار أو البي اس جي. سبورت الكتالونية ميسي سأعود لقول الشيء نفسه ولست نادما على ذلك. لجازيتا ديلا سبورت الإيطالية اليونايتد لم يعد متحمسا لديبالا ولوكاكو الآن أقرب إلى الإنتر. هذه العناوين وغيرها ما جاء في الصحف حول العالم اليوم تابعون تفاصيلها بعد قليل، ابقوا معنا. نبدأ جولتنا من الصحافة القطرية ونتابع على غلاف صحيفة الراية وفيها سد وتحيل يختتمان تحضيراتهم اليوم على ملعب الجنوب المونديالي اقترب ساعة الصفر غليان في المعسكرين توقعات تتحدث عن مواجهة هجومية نارية. صفحة تالية من صحيفة الراية نطالع خبر آخر خسر تحدي الصين تايبي يواجه البحريني الجريح اليوم منتخبنا يفقد فرصة تأهل لربع نهائي الطائرة الأسيوية. نبقى مع الراية نتابع صفحة أخرى هذا اللقاء. في الطريق لاحتضان مونديال أم الألعاب خالد الزمات مدير الخدمات جاهزون للحدث العالمي الكبير سجلنا حافل بالإنجازات عازمون على تأكيد الريادة القطرية تحدوا ليشيد بتحضيراتنا وأبواب الدوحة مفتوحة للجميع. تابع في الراية أيضا هذا الخبر عندنا عنوانين بينها ذهبية المتألق عبدالله التميمي عناب الاسكواش يحصد 3 ميداليات في غرب آسيا. خالد خليفي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس والاسكواش يقول فخورون بأبطال الأدعم وبأدائهم المتميز. صفحة نفسها محمد الرميحي يتوج برونزية بطولة النمسا للرماية. هذا بصحيفة الوطن ونطالع على غلافها. سد والتحيل يختتمان استعداداتهما اليوم مواجهة الأسيوية الأمتار الأخيرة للموقعة الكبيرة. نقلب في صفحات الوطن نتابع من صفحة أخرى. الإعلان عن ثالث الصفقات اللاعب إلى هولندا خلال ساعات تشول يوقع للغرافة موسمين. نبقى في الوطن نطالع تصريحات مدير فريق التحيل عن القمة الأسيوية التي تجمعها بالسد يؤكد إسماعيل أحمد. لقب الأسيوية حلمنا الكبير نلعب من أجل الفوز في الذهاب ندرك قوة السد وطموحات المباراة ليست سهلة لكن ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين. نبقى في الوطن نتابع أيضا الاتحاد الأسيوي يواصل الاهتمام بالنجم الإسباني يؤكد تشافي
يستحق المتابعة. هل سيكون أحد أعظم لاعبي جيله وأحد أفضل المدربين؟ من الوطن ننتقل إلى صحيفة الشرق ونقرأ فيها. اليوم ختام الاستعدادات وسط ارتفاع المعنويات، سد كامل العدد في موقعة الجنوب السداوية، في أتم جاهزية تشافي يختار التشكيل الأنسب. صفحة التالية من الشرق نطالع هذا المقال الكاتب محمد الغريب تحت عنوان مونديال أم الألعاب. الكاتب قال إن مونديال أم الألعاب الذي سيقام في دولتنا الحبيبة قطر ستكون من أنجح البطولات بحكم وجود منشآت وميادين عالمية مونديالية، بالإضافة جهود الحثيثة من اللجنة المنظمة لإظهار البطولة بالشكل الرائع والمميز. المزيد نتابعه في السطور التالية. باق من الزمن حوالي 55 يوما وتنطلق بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019، أكبر بطولة دولية في أم الألعاب لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو أكبر حدث رياضي تستضيفه الدوحة عاصمة الرياضة العالمية بمشاركة أكثر من 2000 رياضي يمثلون 113 دولة من مختلف أنحاء العالم، من ضمنهم أبطال أولمبيون عمالقة في ألعاب القوى، بالإضافة إلى مشاركة ما يقارب 1000 شخصية دولية وحشد كبير من الإعلاميين. ولعل هذه الفرصة كبيرة لجميع الوفود المشاركة للتعرف على التحضيرات الخاصة بمونديال قطر 2022، كما أن مشاركة 3000 متطوع في بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019 تمثل فرصة كبيرة للاستفادة من البطولة واكتساب الخبرة في مثل هذه البطولات العالمية. صفحة الأخيرة ملحق الرياضي صحيفة الشرق نطالع يسابق الزمن استعدادا لمونديال 2022، ساد الريان يتزين بألوان الرهيب. هذا صحيفة العرب ونقرأ هذا الخبر في الغلاف. دياني يصل لطريق مسدود مع الرهيب، مفاوضات ريانية مع التنزاني. سماتة صحيفة قالت إن بوصلة نادي الريان تحولت التعاقد مع التنزاني سماتة محترف نادي جي آر جينك البلجيكي، بعد أن وصلت المفاوضات مع السنغالي إمباي دياني لاعب غلطة سراي لطريق مسدود. تابع صفحة أخرى من العرب القطرية. اشتملت على استخدام جهاز المحاكاة والفار أنشطة متعددة بمعسكر الحكام في تونس. ننهي جولتنا الصحافة القطرية صحيفة الدوحة نطالع على إحدى صفحاتها هذا التقرير. في دوري نجوم كيو أم بي موسم 2019-2020 الريان والغرافة، هل يغيران خارطة المنافسة؟ الصحيفة تساءلت هل سينحصر اللقب بين السد والتحيل كالعادة أم يدخل منافسون على الخط ويحدث التغيير المنتظر؟ تابع صفحة أخرى صحيفة الدوحة مع تقرير جديد يقول عنوانه صراع المدربين يشتعل بينهم لأول مرة 6 أسبان، 12 مدربا يقودون أندية دورينا بطموحات مختلفة. صفحة أخرى من الدوحة نتابع فيها إبراهيمي وهني ينضمان لبغداد وبالحاج وقديورة في الطريق، دورينا القطري الوجهة المفضلة نجوم الجزائر أبطال إفريقيا. نبقى مع ساد دوحة وصفحة أخرى نقرأ أيضا تم تطبيقها بنجاح لافت قبل 3 سنوات معايير رعاية عمال مشاريع 2022 محط إشادة الفيفا. إلى جولتنا العربية نبدأ من الكويت، نتابع في صحيفة الجريدة الكويتية. تدريب استشفائي الأزرق وهيوزك يحضر لقاء الأردن في بطولة غرب آسيا، مباراتان المجموعة الأولى اليوم
والفائز يتمسك بالأمل، والخسارة خارج المنافسة، والخاسر هو خارج المنافسة. نبقى في الكويت هذه المرة من صحيفة القبس نتابع. افتتاح مميز الملاكمة الآسيوية فهد الصباح يقول الكويت ستستضيف المزيد من بطولات الملا، يؤكد تجمعات طريقنا للعودة إلى منصات التتويج. صحيفة عمان العمانية نطالع على غلاف ملحقها الرياضي. مجلس المديرين يقر التراخيص اليوم الآسيوي، يطالب بإيضاح كامل عن القضايا المالية العالقة للأندية العمانية. تابع صفحة أخرى صحيفة عمان، هذا الحوار لرئيس نادي الخابورة. شوش قال في التفاصيل؟ الخابورة لطار جاهز قريبا، تظهر الصورة. سلطان الحوسني يكشف لعمان الرياضي منصة الانطلاقة حول مستقبل واعد ومشرق. كما نتابع مشروعات استثمارية أنجزت وأخرى تحت التنفيذ وعوائد مالية كبيرة متوقعة، تسديد الجزء الأكبر من الديون والشراكة مع الجماهير. نذهب إلى الأردن، نتابع صحيفة الدستور الأردنية هذا الخبر. المنتخب الوطني يخسر من البحرين. الصحيفة قالت أن منتخب النشامة تلقى خسارة غير مستحقة من نظير البحريني بهدف وحيد، مباراة التي جرت أمس في مستهل مشوار بطولة غرب آسيا. نبقى في الأردن، نتابع هذا الخبر من صحيفة الرأي الأردنية هذه المرة. الفيصلي يقترب من إنجاز صفقة 500,000 دينار. الصحيفة كشفت نادي الفيصلي اقترب من انتهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بشراء عقد اللاعب أحمد عرسان من نادي السرحان، مشيرة إلى أنه في حال التوقيع الرسمي سيكون اللاعب ملتزما بالتعاقد مع الفيصلي بنفس فترة العقد التي كانت تربطه مع السرحان وهي 4 مواسم. تقرير سورية، تابع صحيفة الثورة هذا الخبر. اللجة الأولمبية السورية توافق على استقالة اتحاد كرة القدم على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب السوري. الصحيفة نقلت تصريحات اللواء موافق جمعة، رئيس اللجة الأولمبية أكد فيها أنه تم قبول استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتكليف الأمين العام في الاتحاد محمد سامر ضياء بتسيير أمور الاتحاد، ريثما يتم تشكيل لجنة بعد موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي. نبقى في سوريا، نطالع هذا المقال صحيفة تشرين السورية الكاتب إبراهيم النمر تحت عنوان العودة للمسار. الكاتب تساءل عن أسباب فشل المنتخب السوري والخسارات المتكررة أمام المنتخبات المغمورة قبل المشهورة، وخاصة أمام المنتخبات التي تسبقهم في التصنيف الدولي. وأضاف منتخبنا كان بلا عنوان أو هوية في مباراة افتتاح بطولة غرب آسيا أمام شقيقه اللبناني، والأهم أنه ليس حقل تجارب اللاعبين قبيل انطلاق التصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا بعد فترة وجيزة. لا يخفى على أحد من المتابعين والمشجعين وخبراء اللعبة الحالة التي ظهر عليها منتخب نسور قاسيون في أول ظهور له في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق. الخسارة كانت مخيبة لآمال الجمهور السوري بشكل عام، وهذا جاء على عكس ما تشتهي سفن اتحاد الكرة ومن خلفه الجهازان الفني والإداري، فالوعود أكبر من تحقيقها، ولا سيما أنها جاءت بعد خيبات أمل متكررة سابقة في بطولة أمم آسيا الأخيرة، ليبقى الدور الثاني عصيا على منتخبنا في تاريخ مشاركته فيها. بل على العكس، فاتحاد الكرة وعد بحصول منتخبنا على مركز متقدم، ولكنه احتل المركز الرابع في مجموعته وغادر مبكرا، وهذا لسان حال مشاركاته. وإلى هنا لم ينتهي مشوار الوعود، وتابع منتخبنا مسلسل خساراته حتى في الوديات قبل الرسميات، والنتيجة بقيت ذاتها، المسير إلى الوراء في ظل تقدم وتطور معظم منتخبات قارتنا.
من سوريا إلى لبنان، نطالع من صحيفة الأخبار اللبنانية هذا الخبر. منتخب يكسر حاجز الخوف، لبنان يلتقي فلسطين لمواصلة المنافسة بطولة غرب آسيا. جدول المباريات ضغط المنتخب اللبناني أكثر من أي مشارك آخر. صفحة ذاتها تشيبوتاريو والفلسفة الجديدة. تبديلات المدرب الروماني خلال المباراة الأخيرة أتت ثمارها. نذهب إلى المغرب ونقرأ صحيفة المنتخب المغربية هذا الخبر. بيتيس يخطف الفوز من النسور. إذن تمكن فريق ريال بيتيس الإسباني من خطف هدف الانتصار في الأنفاس الأخيرة من المباراة الودية الدولية التي جمعته فريق الرجاء البيضاوي على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس. خبر آخر صحيفة المنتخب نتابع أيضا. بلون وهليلوزيتش، من منهما سيدرب الفريق الوطني؟ صحيفة قالت أن الربان التقني الجديد لن يخرج عن أحد الاثنين، البوسني وحيد هليلوزيتش والفرنسي لوران بلون، وإن كان هليلوزيتش هو الأقرب لتدريب أسود الأطلس بالنظر إلى أنه يتفوق في التطابق مع المعايير عن لوران بلون. إلى تونس نتابع على غلاف صحيفة الشروق التونسية. أنيس بميم للشروق، لجنة تأديب ستؤكد تتويج الترجي. صفحة نفسها أمهلته إلى 18 من أغسطس قبل منعه من الانتداب. الفيفا يهدد من جديد فريق باب الجديد. من تونس إلى الجزائر على إحدى صفحات الشروق نقرأ. عندنا أكثر من عنوان. في صفقة بلغت 16 مليون يورو، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يرسم التحاقه بميلان الإيطالي حتى عام 2024. على الصفحة ذاتها نقرأ أيضا هذا العنوان. بعد الفشل لأسود الأطلس نهايات الكان بمصر، المغاربة يشيدون بالماضي يطالبون بتعيين مدرب محلي على خطى الخضر. إذن أصبح مدرب محاربي الصحراء جمال بالماضي بمثابة نموذج نوعي سمح بإعادة خيار المدرب المحلي للواجهة، حيث لم تتوانى الجماهير المغربية في الإشادة ببصمته مع المنتخب الجزائري ومساهمته الفاعلة في التتويج باللقب القاري ومطالبتهم بتعيين مدرب محلي المنتخب المغربي خلفا للفرنسي إيرفي رونار، أملا في طي صفحة الإخفاقات الأخيرة وتحقيق انطلاقة جديدة بوقع إيجابي. نبقى في الجزائر صحيفة الشعب نتابع هذا الخبر. العروسي يأمل انضمام إلى الخضر. الصحيفة قالت أن اللاعب الشاب ياسر العروسي لاعب ليفربول الإنجليزي ثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بين الجماهير الجزائرية حول المنتخب الذي سيحمل ألوانه مستقبلا بالرغم من ميلاده في الجزائر. من جانبها كشفت والدة اللاعب بأن نجلها لن يلعب سوى للمنتخب الجزائري، مشددة على أنهم ينتظرون اتصالا من المدرب جمال بالماضي. تحول جولتنا على الصحف العالمية تحديدا الفرنسية، حيث لا زال الحديث مستمرا حول مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف واحتمالية عودته ناديه السابق. صحيفة ليكيب أبرزت تصريح النائب رئيس النادي نادي برشلونة في هذا الشأن ويقول، شوف ليكيب، لم نتواصل مع نيمار أو البي اس جي، إذا استبعد جوردي كاردونير إمكانية عودة اللاعب إلى الكامب نو خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية، مشددا على أن عملية التعاقد مع الدولي البرازيلي معقدة للغاية. ألمح أيضا إلى أن إدارة البلوغرانا لم تتحدث نهائيا مع نيمار، مؤكدا احترامهم الكبير لإدارة باريس سان جيرمان وأنهم لن يفعلوا ذلك بدون الحصول على تصريح من إدارة النادي الفرنسي في حالة موافقتهم على رحيل اللاعب من ملعب حديقة الأمراء.
إلى إسبانيا، حيث سلطت صحيفة مارك الضوء على ضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من أجل حسم قائمة فريقه في أقرب وقت. وخرجت الصحيفة المقربة من نادي الكتالوني بعنوان على غلافها يقول، تابع معاً هذا العنوان، زيدان يضغط. وأضافت الصحيفة المدرب الفرنسي يريد غلق المجموعة في أقرب وقت ممكن، وتابعت صفقة فاندي بيك وبيع خامس رودريغيز وجارث بيل أولويات. نبقى مع الصحف المدريدية، حيث ركزت صحيفة أس على رغبة ريال مدريد في حسم صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وتمسك الأخير باللاعب والوقوف عائقا أمام رحيل هذا الصيف، يقول عنوان الصحيفة. العد التنازلي لبوغبا، صحيفة قالت أن إدارة النادي الإنجليزي تمانع تماما أمر رحيل متوسط ميدان فريقه لكي تفتح الباب أمام رحيله، فيتوجب عليها إيجاد بديل له خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا لانتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا الخميس المقبل. مدريد إلى كتالونيا، صحيفة سبورت نقلت خطاب قائد برشلونة ليونيل ميسي جماهير بلوغرانا قبل انطلاق مباراة فريق أمام أرسنال في بطولة كأس جوان جامبر التي فاز بها الفريق الكتالوني، ويقول العنوان ميسي يثق في البارسا. صحيفة قالت أيضا خطاب الأمس يشبه الخطاب الذي أدلى به ميسي العام الماضي والذي أكد فيه أن الفريق سيحقق ذات الأذنين والتي توج بها ليفربول. وأضافت بالرغم من ذلك فإن الخطاب ينعم بالحيوية والانتقام، فعاد ميسي لإشعال النار مرة أخرى. تفاصيل الكلمة التي ألقاها ميسي تابعها من صفحة داخلية لسبورت، ويقول النجم الأرجنتيني، اسمع التفاصيل، سأعود لقول الشيء نفسه ولست نادما على ذلك. ميسي قال أيضا في الحقيقة من الصعب قول شيء اليوم بعد العام الماضي، ولكنني لست نادما على شيء ما قلته. أنا أثق في هذا الفريق وفي اللاعبين والجهاز الفني، وليس لدي أدنى شك في أننا سنعود للقتال من أجل الفوز بكل شيء. وأضاف لقد انتهى الموسم الماضي بشيء مرير بسبب ما حدث في نهايته، ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن نمنح الدوري الإسباني قدره، إذ أننا استطعنا الفوز بالدوري 8 مرات في 11 عاما. هذا الأمر بالنسبة إلى أي ناد سيكون عظيما. إلى إيطاليا مع صحيفة كوريري ديلو سبورت، نرصد منها خبرا يقول عنوانه مانزوكيتش في مانشستر يونايتد، الاتفاق تم. الصحيفة ذكرت أن نجم يوفنتوس ماريو مانزوكيتش توصل اتفاق تمهيد الانتقال إلى مانشستر يونايتد بدءا من الموسم الكروي الجديد، مشيرة أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع الشياطين الحمر والتوقيع على عقد لمدة 2 عامين مع خيار التمديد لعام إضافي آخر. وأضافت أن المهاجم الكرواتي سيحصل من اليونايتد على راتب سنوي قيمته 6 ملايين يورو، فيما سينضم للفريق في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو. نبقى مع الصحف الإيطالية أيضا أخبار الميركاتو، صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت نقرأ هذا الخبر. اليونايتد لم يعد متحمسا لديبالا ولوكاكو الآن أقرب إلى إنتر ميلان. حسب الصحيفة أنهى نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف اليوفنتوس خلال فترة انتقالات الصيفية الجارية، وذلك بسبب ما وصفه بالمطالب المرتفعة والمبالغ فيها من قبل اللاعب وكيله، والشعور العام بأن اللاعب لا يفضل اللاعب في الأولد ترافورد. في المقابل قالت الصحيفة أن نجم الشياطين الحمر روميلو لوكاكو يقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان بعد أن كان اليونايتد قد وافق على صفقة تبادل مبدئية مع يوفنتوس تشمل ضم ديبالا مقابل رحيل لوكاكو إلى السيدة العجوز. الختام شكرا طيب المتابعة.
في أمان الله وحفظه.